محمد ما هو انت شوف لك حل، انت بتتجسس عليا، انت عامل شارلوك هولمز يعني ولا ايه؟ نفسي اعرف انت بتعرف اراضيه منين، يعني نفسي اعرف انت بتعرف انا فين ازاي. هي بتكون مصادر يعني معاك العصايه السحريه. قول لي قول لي بس، عايز اعرف انت بتعرف اراضيه منين، اخباري منين اول باول كده. احنا بنكون يعني مهتمين بفنانه وفاء ميكي، وبنحاول بقدر الامكان ناقد الضوء على كل ما هو جديد، كل ما هو جديد سواء كان يعني المهرجانات السابقه وغير اعمال الماضيه وكمان الجاي بقى ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما انت عارف انا دلوقتي رايحه الحفل السنوي لجريده انباء اليوم المصريه في حور محب في الهرم ان شاء الله. وامبارح كنت عضو لجنه تحكيم في ملكه الجمال 2023، واول امبارح كنت في مهرجان الفضائيات بتاعي بس. ف يعني ده اللي انا عايشاه دلوقتي، يعني موجود دلوقتي، وربنا ان شاء الله يكون. ما تيجوا معايا، ايه رايك تيجوا معايا؟ دي يعني دعوة عامة، دعوة عامة للجميع يشوف الفنانة وفاء ميكي في تكريم آخر جديد بإذن الله إن شاء الله. متابعينا في كل مكان، اهلا بكم في بث مباشر جديد، معكم انا محمد موقع بصراحه، معكم انا محمد صار موقع بصراحه. يعني احنا اليوم في زور اخر جديد مع الفنانه وفاء ميكي بعد مشاركه في مهرجان الفضائيات، وامس يعني مهرجان ملكات الجمال عام 2023 في مدينه نصر. اليوم بقى احنا مع الفنانه قبل مهرجان جديد، يعني مهرجانات بتتوالى، مهرجان يعني ورا مهرجان للفنانه وفاء ميكي. اليوم يعني مهرجان جديد ليها و تكريم اخر جديد. حاولنا ان احنا يعني نرصد يعني نرصد مكان الفنانه وفاء ميكي عشان نيجي هنا حركاتي تظبطني متلبسه، ويعني نتحدث ونتفرج كل ما هو جديد. يعني انا برحب بيكي في لايف اخر، قولينا بقى يعني كده تفاصيل اكتر عن مهرجان اليوم، ويعني الجديد بالنسبه للفنانه وفاء ميكي بعد اطراله مختلفه تماما، اطراله جديده يعني. عندي دلوقتي حفل السنوي لجريدة أنباء اليوم المصرية في حور محب، وامبارح طبعا كنت عضو لجنة تحكيم ملكات جمال 2023، وأول امبارح كنت في الفضائيات مهرجان الفضائيات كده. يعني احنا كنا بنقول في لايف سابق ان دايما المهرجانات الفنيه حاليا بتكون فيها الفنانه وفاء ميكي بشكل اساسي. الحمد والله انا اي يعني دايما بيدعوكي بالدعوه. الحمد لله تمت دعوتك بالفعل في مهرجان الفضائيات. طبعا الحمد لله. وده انا يعني ده موجود بشكل كويس وبشكل جيد، وامبارح في تكريم، وان شاء الله دلوقتي رايحين جريده انباء ان شاء الله. في بنحس ان فنانه وفاء ميكي بقت ترحب بده، بترحب بده بشكل كبير. انا محمد انا قلت لك انا 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 كنت غلطانه ان انا بعد ما عملت اسم وتعبت وشقيت ان انا بعدت فتره، بس يعني كان هو يعني ده نصيب يعني، كل يعني كل واحد لا يخطو خطوه يعني قدم عن قدم الا باذن الله. فانا دلوقتي اساسا يعني لما رجعت شغل تاني فلازم اكون متواجده بشكل جيد. يعني هنشوف ان شاء الله الاستاذه وفاء قريبا يعني في عمل جديد ان شاء الله في رمضان باذن الله. الاعمال الدراما اللي جايه باذن الله يكون فينا نصيب ويكون متواجدنا فيها باذن الله. حابين برضه نفكر الجمهور تاني، يعني عمليه الرشاقه بقى، ان الفنانه وفاء ميكي فقدت وزن كبير كتير اول درجه ان انا هدومي بقيت الناس اللي بيقولوا لا انا بشتري مش عارفه هدوم، لا دي هدومي، وابتديت يعني اظبطها ضيقها على مقاسي يعني الحمد لله. وانا سعيده بالخسسان ده، انها هتحس انت براحه نفسيه وانك مش مكتئب، مفيش امراض بقى لا ضغط ولا سكر ولا عظم، يعني هتحس ان صحتك احسن، نفسك احسن، حياتك احسن، حركاتك احسن، كل حاجه فيها تحسن. الفنانه وفاء ميكي بقت تحس بده لما ان التخن يعني خلي واحد تعبان حتى نفسيا مش حلو يا محمد، ما بتعرفش تلبس كويس، لو طلعت السلم خطوتين بتنهج، امراض وقرف كده يعني صراحة. يعني ده نقدر نقول ان حضرتك سعيده بفكره. أيوة فقدان الوزن. انا سعيده ان عمليه الخسسان دي او الدايت او وخلي بالك
انا الدايت ده يعني انا يمكن لسه قدامي، انا كملت شهر 4 شهور، انا لسه الدكتور بيقول لي قدامي سنه لسه كمان، لان خصوصا ان انا كنت طول عمري عايشه في دايت وبعمل رجيم، فبتبقى عمليه الخسسان عن الواحد اللي طول عمره عايش يعمل رجيم وكده بتبقى ضعيفه شويه غير الواحد لما بيبقى اول مره يخس. لكن اعتقد برضو ان المشهد حاليا ظاهر الجميع الكل دلوقتي شايف ان انا وفاء مكي، وفعلا فقدان الوزن امر طبيعي وظاهر، واحنا هنا خجاجي بس وباشر بنحاول اننا نظهره يعني اكتر. يعني يبدو انها عمليه زي ما بنسميها كده نحت او تنحيه الجسم. لا انا ما عملتش نحت، انا عملت تكميم. النحت ده اعتقد كده يا محمد اعتقد بتبقى حاجه مختلفه، يعني الحاجات اللي كده يعني المليانه بتتم فيها النحت، انما سؤال بس عشان نوضح للجمهور، الفنانه وفاء مكي عملت عمليه تجميل قبل كده؟ لا مفيش ولا عمليه تجميل، لا ولا تجميل ولا تكميم، تجميل لا الحمد لله. وعلى فكره التكميم مش تجميل، التكميم ده حاجه تانية عشان اخس يعني إيه؟ انما عمري الحمد لله لا شديت مناخيري ولا كبرت شفايفي ولا عملت حاجه لا ما عملتش تجميل، ولكن مره عملت بوتكس في حاجه كده يعني ومش، وهو على فكره لسه يقال ان وشي هيخس تاني فاضطر ان اعمل بوتكس. انت طبعا بتكوني سعيده يا فنانه بخسسان الوجه. انا محمد نفسي اخس بس وشي ما يخسش للاسف. هو اول حاجه بتخس لان هضطر بقى تحس ان الجسم المليان بيكون يعني لا مش الجسم اللي مليان، الوش المليان، بدليل ان انت بتروح تحط هنا فيلر وبوتوكس وبتنفخ الحاجات دي وبتشد الحاجات دي، فطبعا هو الخسسان بالنسبه للجسم حلو انما للوش يعني، بس طبعا ما ينفعش ان انا جسمي يخس وشه، ده هو اول حاجه بتخس في الواحد هو وشه. تمام. هنا الفنانه وفاء مكي بتؤكد انها يعني عملت عمليه تكميم معده فقط، تكميم معده وكمان مارست الرياضه بعد تكميم المعده عشان الجسم وياما كرنا بطيخ يعني وياما جرينا انا وانت وجريتك وراي وكنا بطيخ وطبعا يعني بعد ممارسه الرياضه كمان الامر اختلف تماما واصبح القوام ممشوق اكتر، وده رد واضح وقاطع على كل يعني متابعي السوشيال ميديا اللي بيتهموا الفنانه وفاء مكي بارتداء المشد. بص المشد الرياضي مفيش مشد، وش بص محمد ابتدى حتى وشي يعمل صح كده، ابتدى من هنا يعمل يخس كده احنا شايفين ان الوش كمان بيفقد يعني بيفقد، بس هو الدكتور قال لي بقى حافظي على الرياضه وحافظي على شرب الميه. بس هو التكميم يا محمد الواحد يعني انا تقريبا داخله على 4 شهور دلوقتي او 3 شهور ما كملتش عن 4 شهور، الواحد معدته اساسا انت لو انت بتعمل رجيم واربع شهور متعود تاكل حاجات عينات المعده بتقفل اعتقد كده، وبعدين التكميم فيه ميزه كويسه جدا انك بتاكل كل اللي نفسك فيه، انما الرجيم ما بتقدرش تاكل حاجه، يعني ممكن اكل حته لحمه فتة رز عيش بس بمقادير وكميات قليله. الفنانه وفاء مكي نظامها الغذائي شكله عامل ازاي؟ عشان برضه لو في سادات كتير متابعانا وعايزه تسيب على نفس النهج ده. بس انا باكل كل شويه لان انت معدتي تقريبا عايشه بربع معده او 20% من المعده، فباكل مجرد اكل قضمه والثانيه بحس ان انا شبعت خلاص، بعد شويه جوع اعمل كده نفس الحكايه اكل حبه وبعد كده يعني.